وده في الدستور ليس موقف سياسي. تمام. بالعكس. طيب. إيه تاني؟ تمام؟ لا قبل إيه تاني علشان بس الوقت ولازم أسمع برضو رأي الباشمهندس حمدي الفخراني في حركة 6 إبريل، هل هي معارضة وطنية حركة ثورية شبابية ولا ليك أي ملاحظات على أدائها يا فندم؟ يعني هو في البداية أنا بأثمن قرار النائب العام أنه يحقق بتمويلات 6 إبريل، وده قرار صائب، وإحنا يعني وأعتقد التحقيقات هتكشف هل في تمويلات ما فيش. أوباما لما أعلن أنه في 150 مليون دولار حكومته رصدتها للنشطاء السياسيين في مصر علشان تقوم بعد الثورة، هنعرف التمويلات دي، هنعرف الناس اللي هربت اللي تم تهريبها اللي كان مقبوض عليهم الأمريكان اللي تم تهريبهم، دول كانوا بيدوا الفلوس لمين، كل ده هنعرف. هنعرف أحمد ماهر راح لأمريكا 9 مرات، راح قطر 4 مرات. ليه قطر؟ هو مهندس صغير جدا، خريج لسه 2004، اشتغل لحركة 2008 6 إبريل، ده قامت في المحل على فكرة في بلدنا. أيوة. ما فيش حد في البلد عشان ما قالوش 6 إبريل وعملت وسوت، كانوا ماشيين جنب الحيط المحلة اللي اتعملت. يعني عايز تقول ان هم ما لهمش ارضيه في نهائياً. الشارع نهائيا نهائيا. طب انا بقول له دلوقتي وقيت يرد عليا، عددكم كام في الشارع يا استاذ محمد على مستوى الجمهوريه؟ عددنا في الشارع كتير يا باشمهندس. قول كام تقريبا؟ اكيد عددنا في القاهره او في الجيزه، بس حضرتك لمسته في وقفه يوم قضيه مدينتي. قول كام بس لما كنا موجودين مع حضرتك قدام مجلس الدوله. ما حد اللي حضرتك انكرتها. طيب استنى بس لحظه واحده، عشان حمدي بيقول استنى بس عشان الاول انا مش عايز طيب بس ما تاخدوش الكلام معاك. اتفضل حضرتك. دي ايه؟ ده لمسانده الاستاذ حمدي الفخراني. لا وقفت مدينه مين اللي وقف معاك؟ اتفضل يا فندم شوف حضرتك. طب بس قول لي العدد كام بس في مصر؟ كتير يا باشمهندس. ده بقى كام؟ واحنا احنا انت ليه حضرتك بتقول الاعداد؟ هو حضرتك هو الشغل كام؟ الشغل لا لا الشغل. نطلع من موضوع الاعداد. حضرتك جاي ده قرار ده تقرير بيقولوا ايه اللي هم اللي مسانده الحمد ده الايفنت. طيب غير الاعداد اتجاه الحركه شكلها على الارض في مدينتي على فكره خالص. طيب ادي ما يثبت ان احنا كنا موجودين. هطلع لحضرتك الصور وحضرتك جنبنا. لا لا ما فيش الكلام. هطلع لحضرتك الصور الموضوع مش شخصي. الموضوع مش شخصي. بس استاذ حمدي.